ارحب بكم الساده المشاهدين وحياكم الله معي في حلقه جديده وتواصل جديد من برنامج سلام الكويت ودائما ما نتواصل معكم بمواضيع شيقه وان شاء الله المواضيع تهمكم وكثير من المواضيع ان شاء الله تكون مهمه لكم وفي الجانب الاخر مفيده ودائما ما نتطرق الى مواضيع مفيده للمجتمع وتبعد الملل وتبعد الهموم وتبعد المشاكل عن القلب لان احنا يعني احنا ناقصين ملل الحياه وروتين الحياه الممله ومشاكلها واحيانا المشاكل الاسريه التي تحدث في كل بيت محتاجة أنك تبتعد عنها من خلال متابعة الساعة ونص من هالبرنامج واللي إن شاء الله فيها كثير من الفائدة نتطرق دائما في هذا البرنامج لكثير من المواضيع ودائما أكرر هذه الجملة حفاظا على سير هذا البرنامج ومصداقية هذا البرنامج والقضايا التي تطرحها ولكن أهم الأمور التي يتبناها هي أمور اجتماعية ومن الأمور الاجتماعية تحت هذه المضاوة تندرج كثير مواضيع رياضي أكاديمي تربوي يعني فلسفي واستشاري صح التعبير اجتماعي كثير من الامور المرتبطه في المجتمع ولعل اكثر الامور اللي ارتبط فيها هي الجانب الرياضي وجانب الشباب وجانب المتطوعين لانها امور فيها طاقه والطاقة الطاقة محتاجينها واخر الليل محتاجين شيء يفرح القلب ومن الامور التي تفرح القلب ايضا التعرف على شخصيات جميله ومن الشخصيات اللي نتعرف عليها وشخصيا يعني احب اني اتعرف عليها واكتسب الخبره من عندها دكتور تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب بين يعني قوسين ورايته نشط جدا ويتحدث عن الرياضه وكانها امر سهل جدا وامر محبب اليه مثل سلطه الفواكه شلون واحد يحب يتلذذ بسلطه الفواكه احيانا هالشخص كان يتكلم عن الرياضه بهذه الطريقه بالضبط فحاولنا نتحرش فيه دخلنا على الخاص سولفت معاه اتصلت عليه رحب رح يعني بكل سعه صدر بانه يكون ضيف عندنا وبانه يناقش موضوع الرياضه وما شاء الله تبارك الرحمن المواضيع اللي عنده للرياضه متعدده متشعبه. يعني سواء الامراض الرياضيه والاصابات الرياضيه ورياضه كنمط للحياه واسلوب للحياه وايضا ان يكون هناك فكره انشاء مجموعه رياضيه تختص بالجانب الرياضي وكثير من الافكار ما شاء الله تبارك الرحمن تاتي من هذا الشخص او هذا الدكتور انصحته ابي ارحب بضيف الكريم اللي حرص اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت الدكتور سعد فرحان السعدون رئيس اختصاصيين في العلاج الطبيعي وامراض الحركه تخصص الطب الرياضي وهو على راس العمل في مركز الطب الرياضي بالهيئه العامه للشباب والرياضه حللتم اهلا ووطئتم سهلا. شكرا لك شكرا للمقدمه الطويله هذه اطلت فاسهبت فاعطيتني ما لا استحق. لا لا العفو دكتور هذه يعني نعتذر انها قليله بحقك. لا والله شكرا شكرا جزاك الله خير. وجميل ان الدكتور يعني اعطاني قصاصتين من الورق ويعني ما شاء الله فيها نقاط وبوينتس يعني تو ذا تارجت علشان نعرف شنو راح نسولف وخصوصا ان موضوع حلقتنا اليوم الرياضه اسلوب الحياه او الرياضه نمط الحياه. دكتور قبل تسمح لي اخرج عن المحاور خذ راحتك وانت اعلامي انا, أنا ضيفك. احنا ضيوفك دائما في حكم المعذب <applause> نعم تفضل <applause> العفو استغفر الله احنا ضيوفك وانت اعلامي ما شاء الله تبارك الرحمن ولك ايضا كثير من البرامج الاعلاميه التي تقدمها على التلفزيون وكذلك على الاذاعه بعض عندكم يا سيدي تفضل قبل ان نتطرق لهذه المحاور كان عندك اكثر من فكره تبي تتكلم فيها اليوم نعم ولكن يعني رات نفسك او راى عقلك خلنا احمد نتكلم على الرياضه اسلوب الحياه هذا الافضل ليش اخترت هذا التوبك وهذا العنوان من بين المواضيع اللي من بين المواضيع الاخرى هي الاصابات الرياضيه او حتى فكره انشاء مجاميع وهذه المجاميع وجروبات تهتم بالجانب الرياضي وتجمع فيها نخبه الرياضيين والنخب في ايضا متخصصين الجانب الرياضي عشان يكون هناك يعني دورات رياضيه تعليميه ابتعدت عن الامور هذه وقلت احمد نسولف بشكل سهل ومبسط عن الرياضه اسلوب الحياه ليش؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله ومن سيدي الفاضل في بداية الكلام لما نتكلم إحنا عن موضوع الرياضة الرياضة هو حديث الساعة هو حديث الساعة وهو حديث كل ساعة إحنا في كل محفل يعني أنا عن نفسي أتكلم حيثما نزلت حيثما حللت يصير الرياضة جزء من الحديث اللي يدور حواليه صحيح وفي كثير من المراجعين اللي عندنا في العيادة وفي كثير من الناس اللي نلتقيهم حتى خارج إطار العيادة ولم يعرف طبيعة عملنا لازم يكون هذا جزء من الأسئلة اللي يوجه لنا فيما يتعلق بالرياضة في اضف الى ذلك ان لو تلاحظ انت في المجتمع الان في هبه في طفره لممارسه الرياضه الوعي في هذا الموضوع لما احنا نتكلم عن الوعي والوعي الرياضي تحديدا لان انا لما اتكلم عن اصابات رياضيه انا ما راح تحوشني اصابات رياضيه لين امارس الرياضه طبعا فاذا مارستها بالطريقه المناسبه والملائمه فانا اتجنب فالوعي بطريقه الرياضه تجنبني الاصابه مثل ما قلت لك الوعي يقود الى السعي اذا انا مارست الرياضه بالشكل الصحيح مثل ما انا مخطط للحديث عنه اليوم ان شاء الله في هذه الليله معاكم ان شاء الله. آه ان شاء الله من خلاله راح نتجنب الاصابه، هذا رقم واحد. تكوين المجاميع ما يقوم الا على اساس ان يكون في علم، ان يكون في معرفه. فهذا برنامجكم حقيقه او هذه الفقره اللي انتم يعني تفضلتوا ودخلتوا في هذا الموضوع، هذا جزء من حمله الوعي اللي يجب ان تقود ان ان ان, أن تقاد في المجتمع، لممارسه الرياضه لكي تصبح الرياضه فعلا اسلوب حياه. الله عليك. كلام جميل. يعني بعض يمكن يقول جسمي رشيق نعم. واكلي قليل ليش امارس الرياضه؟ ممتاز، الرياضه لما نقول لماذا نمارس الرياضه ابتداء؟ يعني يعتقد الكثير حقيقه ان ممارسه الرياضه مثل ما نقول هي للمرضى. وانا للمرضى لغير الاصحاء، بينما الاصحاء ما يحتاجون يمارسون الرياضه. وهذه بدايه الخلل. لان انا اذا كنت صاحي او صحيح او غير عليل في جسمي فمن باب اولى اني احافظ على هذه الميزه طبعا والمحافظه على هذه الميزه نعم النظام الغذائي شيء اساسي ومهم جدا لكن انا خلني اتكلم بالطريقه الكويتيه الحين أيه يعني خلني اتكلم بشكل واضح وبسيط احنا لما نتكلم عن ممارسه الرياضه الرياضه لا تكلفك شيء في المقابل انا ترى ما اهاجم النظام الغذائي بالعكس منظمه الصحه العالميه وفي اخر تقريرين سنة 2013 والتقرير اللي يسبق 2012 ذكرت وأثبتتها كحقيقة علمية أن ممارسة الرياضة بانتظام وممارسة النظام الغذائي باعتدال كفيلين بأمر الله سبحانه وتعالى بأنهم يجنبون الناس أمراض بل وزيادة على ذلك أكدت هذه التقارير أن نسبة الاستشفاء من الأمراض المزمنة اللي هي شعار منظمة الصحة العالمية لهذه, لهذه السنة بدات حمله ضدها الامراض المزمنه غير معديه مثل امراض الضغط، امراض القلب، امراض السكر، ها. واحنا ما شاء الله متفوقين في الكويت يعني حاصلين على المركز الاول او المراكز الاولى عالميا ما في هذه الامراض ما نبي احد ينافسنا على المركز الاول لا احنا <applause> متميزين في السمنه وفي السكر وفي امراض الضغط متميزين في هذا سواء في مس... على مستوى دوله الكويت او على مستوى دول المنطقه، وهذا ضريبه من... من ضرائب الرفاهيه المزيفه يعني طبعا, طبعًا. الـ 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 هذه الممارسات يا سيدي فعلا هي كفيله بامر الله سبحانه وتعالى بانها تشافي الانسان بل ان تحقيق نسبه الشفاء من خلال الممارسات الرياضه مثل ما قلنا على اصولها على سنع ممارسه الرياضه والنظام الغذائي علشان انا ما اقلل من شانه هي كفيله مثل ما قلت لك تحقق ارقام استشفاء اعلى من اي دواء ثاني تم اكتشافه ما شاء الله وهي تكلفك لا شيء فل... فلما نتكلم بالكويتي اذا كان نظام الغذائي يكلفك فلوس نعم احنا قاعدين ندري ان في شركات تجيب لك اكل للبيت بيون عليك خس وطماط وخبزتين بس كلها خس جنطة الكبر كلها خس, خس. واخر الشهر تدفع 200 دينار عرفت شلون؟ خس 200 دينار يعني في المقابل انا اقول لك اليوم يعني لما حضرتك يعني كلفتني و... وشرفتني حقيقة أنك تستدعيني له إلى هذا البرنامج آه أني أكون جزء من هذه المنظومة الإعلامية المتميزة لما تكلفني بهذا الشيء انا من 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 يعني من مما يملي على ضميري اقول لك ان افضل الرياضات اللي نمارسها لا تكلفك شيء نعم. فهذا السبب الرئيسي لممارسه الرياضه دكتور نقدر يعني نوضح حق ساده المشاهدين شلون انا اقدر امارس الرياضه واقدر اكل الغذاء الصحي الاكل الصحي من غير ما يكلفني ولا شيء هذه صعبه اعتقد لا انا يعني... ما قلت لك الصحي ما يكلفك شيء أوه. انا قلت لك عشان انا ما راح اقطع ولا اقطع رزق الشركات اللي تجيبك كل البيت <applause> لا يزعون عليك. لا انا انا ما ابي افتح معهم مجال انا اقول اذا انا بمارس الرياضه يا سيدي وما تكلفني شيء انا هذا الشعار رافعه من حوالي يعني عشر سنوات نعم شعار اللي هو اسمه رياضه الفقراء الله زين أه اللي إحنا. هو احنا طبعا إحنا. 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 احنا انا وانت الانسان العادي الحين راح اقول لك شلون رياضه الفقراء الرياضة الفقراء يا سيدي هي الرياضة التي لا تكلفك شيء احنا الان من احد الاسباب اللي الناس التلدد فيها لما تقول ليش ما تسوي رياضه يا معود انا وين اروح اشتري وين اشتري اغراض وبشتري الله يكرم من يسمع حذاء الرياضه هذا والاحذيه غاليه ولا ترين سوت ولا سوت غالي ويبتدي يختلق الاعذار وهذا كلام غير صحيح على الاطلاق احنا الان في الوقت الحالي واحنا الان اعتقد يعني المشاهد يشوفنا احنا في جو الان ممتاز وممتع احنا الان قاعدين يطلعون عندنا المخيمات طبعا يطلعون عندنا البر انا اقدر امشي في البر حافي ما احتاج حذاء عدل زياده على ذلك تمرض دكتور لا ما تمرض بالعكس بالوقت هذا المشي حافي على الارض البارده ترى يعني شو يسمونه تفرغ جزء من الطاقه السلبيه في جسمك تمتص الارض تمتص طاقتك والله. انت تفرغ طاقتك داخل الارض طاقه سلبيه تروح داخل الارض وتمتص من طاقه الارض الايجابيه لان انت تبع الارض هذه الارض لك منك وإليك يعني سنت. سنت. هذا رقم واحد أضف إلى ذلك أنه لا يستلزم الأمر في ممارسة الرياضة مثل رياضة المشي لا يستلزم هذه المعدات وهذه التجهيزات وهذه تقدر تمشي والمشي لا يحتاج إلى أكثر من حذاء مناسب لرياضة المشي وهذا أحد شروط الممارسة الصحيحة الرياضة الثانية رياضة ثانية من رياضات الفقراء اللي هي ركوب الدراجة ركوب الدراجة أرخص وسيلة مواصلات في العالم هي الدراجة طبعا يعني انا اذكر في اول زياره لي للصين تفاجات بعدد الدراجات اللي موجوده عندهم باركينج حق القوارب عندهم باركينج للدراجات طبعا ووسيله المواصلات هذه هي الارخص الاكثر انتشارا والاكثر سلامه طبعا يعني نسبه حتى الاصابات والحوادث اللي فيها قليله جدا مقارنه باي وسيله مواصلات اخرى والرياضه الثالثه اللي انا ادرجها ايضا ضمن رياضه الفقراء اللي هي السباحه احنا بالكويت الله سبحانه وتعالى قد من علينا في هذا البحر الجميل فأنا ماني محتاج أني أكون والله عندي حوض سباحة في البيت أو عندي مثلا منشأة معينة أمارس من خلال الرياضة أنا أقدر أمشي برا أمشي بالسكة أقدر أني أنا أركب دراجة تكلفني 15 دينار لا لا وقطع غيارها ترى بمب هوا وانتهى الفيلم ربع دينار لا بلاش أسوي <applause> هذا تعرف البنشر جي والثالثة هي قضية أني أنا أسبح فتخيل هذه الرياضات الجميع يستطيع أن يقوم فيها والميزه يا سيدي انك انت لما تصيح يعني لما لما تقوم بهذه الرياضات انت تحقق ان شاء الله بامر الرحمن من خلال ممارستها الاكتفاء الذاتي لجسمك. طيب دكتور مهم يعني انه يكون في توازن في الغذاء ولا انا خلاص دام انا على المستوى الشخصي يعني اعطيك مثال انا امارس الرياضه بشكل يومي. نعم. ساعتين الى ساعتين ونص يوميا. الا ما ندر يعني الا في حالات طارئه. ساعتين الى ساعتين ونص يوميا مشي نادي وارجع مره ثانيه امشي وبعدها ترجع فرش. جميل. ولكن هل مهم يعني ومن مدى أهمية أن يكون أيضا غذاء متوازن متى ما بأكل أكل ممتاز شفت وأ... هذا السؤال وآكل أصلا بلا موعد ممتاز شفت ممتاز. هذا السؤال اللي حضرتك الآن سألته مم. هو يفتح الآن هذا السؤال يعني أنا دائما حتى لما أستضيف ناس أقول له لا جاوبني أو لا تسألني بحيث إنك تفتح لي باب مو مذكور بس هذا جميل لأن هذا يعجل علينا في إجابة لموضوع مهم جدا سيدي الفاضل وهي قضية ان وجود الانسان المختص في المكان المناسب نعم وجود الشخص المناسب في المكان, في المكان المناسب لما تقول حضرتك الان انا امارس رياضه وعندي نظام غذائي جميل لكن ايضا ترى في محافل او في, في 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 نقاط اخرى يجب ان نتناولها لا تنسى ان احنا هنا نتكلم عن صحه الانسان طبعا فابتداءً انا علشان امارس الرياضه لازم اكون مرخص اني امارس الرياضه ترى هذا مو تعقيد الامور هذا تبسيط لها لازم انا يعني احنا عندنا نظام بالكويت هنا نظام طب العائله مثلا اللي موجود في المستوصفات المركز الصحي اللي براس الشعراء طبعا حرشون فريجنا هذا النظام اللي موجود عندنا بالكويت نظام فعال ويحتاج الى تفعيل اكثر هو نظام ممتاز بس يحتاج الى ما هو اكثر دائما بالامكان افضل مما هو موجود دائما السعي للتطور هذا حق شرعي ويعني مطلب مشروع للجميع الطبيب العائله اللي هو يعرفني ومطلع على حالتي ويعرف فحوصاتي ويعرف كل اللي عندي انا ممكن يرخصني يعرف اني انا مثلا عندي خشونه بالركبه وبالتالي اكو رياضات معينه ما اقدر اسويها او اني انا عندي خشونه بالركبه واصل الى مرحله الالتهاب وبالتالي انا الرياضه الان محرمه علي او انا الرياضه ممنوعه علي فلازم اخذ طريقه علاجيه قبل لا امارس الرياضه نعم. فهي ليست فقط القضيه المتعلقه في قضيه اني انا والله اسوي رياضه واكل هناك صحه عامه للانسان السؤال اللي حضرتك سالته تدري منو لازم يسال عنه يسال عنه لما لما نتكلم احنا عن احمد الرفاعي نتكلم عن الاستاذ احمد الرفاعي ان شاء الله تصير دكتور احمد الرفاعي ان شاء الله, الله يسمع منك. زين يعني. بما ان ان شاء الله عندك هذا طموح المشروع تنتقل العدوى منك الينا لا ان شاء الله افضل ان شاء الله لما أه 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 تصير ان شاء الله الدكتور احمد الرفاعي لما انت تكون تبي تمارس لايف ستايل كاسلوب حياه وهذا هو شعار الحلقه اليوم انه هو اسلوب حياه انك انت اول شيء تطرق باب المختص عرفت شلون؟ البرنامج التلفزيوني هذا برنامج ممتاز وانا يعني احاول اني اقدم مثل ما يقولون خطوه للامام لكن الاصل في كل شيء ان نذهب الى المختص، فانا اروح حق الطبيب المختص عرفت شلون؟ وابدي له رغبتي اني انا ابي احافظ على انا جسمي زين، انا في صحه وعافيه، لكن انا أتمنى اني انا يطول معي هذا الامر اطول فتره ممكنه، شنو اسوي؟ راح يوجهني الى واحد اثنين ثلاثه اربعه من ضمن الاشخاص اللي انت لازم تلجا لهم اللي هو اختصاصي العلاج الطبيعي هذا ضروري جدا، ومن ضمن الاشخاص اللي لازم تلجا لهم في موضوع نظام تغذيه هو اختصاصي التغذيه. فانا اقدر اسولف انه لا النظام الغذائي لازم يكون كذا وكذا لكن الاصل ان يجيب عن هذا السؤال اختصاصي التغذيه لانه اقدر و يعني و واعلم مني به مثل هذه الامور صحيح هذه اعتقد على مر يعني مع احترامي لجميع الضيوف اليوم كما كنا نتكلم من الجانب الرياضي كان يشرح لنا في الجانب الغذائي مع انه مو مختص في الجانب الغذائي ولكن اليوم ربما يعني اشرت الى ضروره ان اذهب للمختصين في هذا الجانب نعم لان لان قلت لك ان احنا لازم يعني ومن خلال برنامج حضرتك وانت انسان متعلم ومثقف واعلامي مسؤول عن كلمتك نعم. ان انت لازم تكرس مفهوم التخصص عرفت شلون انا في وجودي في هذا اكرس هذا المفهوم ان يعني يا جماعه انا افهم تخصص افهم الريق. ترى اي واحد يفهم كل واحد يقرا على مقالتين ترى يقدر يسولف طبعا لكن انت كذي هي مو قضيه انه كل واحد يقطع على الثاني لا هذا شغلهم وهذا تخصصهم والدولة يعني الدولة صرفت عليهم المبالغ الطائلة لتعليمهم وأوجدت لهم المكان المناسب وما على الشخص إلا أن يتوجه لهم بالسؤال صحيح طيب دكتور هل ممارسة الرياضة الغرض منها اللياقة ولا هناك أمور أخرى يعني ممكن أن أنا توفر يعني تفيدني فيها الرياضة على المستوى الصحي على المستوى النفسي على المستوى العائلي على المستوى الاجتماعي هل ممكن أن تتدخل الرياضة بكل الجوانب تخيل تخيل انت حضرتك سؤالك فعلا يعني آه يعني مثل ما يقولون ذكرت اللي انا اللي انا ممكن اكون نسيته على كل مستوى الرياضه مناسبه نعم. لما تكلم عن اللياقه انا ما اعتقد أنه ما في شخص ما يحب ان يتمتع باللياقه مشكلتنا طال عمرك في 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 احنا طبعا نقول مشكلتنا انا ما ما اريد ان اذكر اللفظه السلبيه لكن خلينا نقول ان بعض المفاهيم المتعلقه في اللياقه اللي ان المفهوم يكون قاصر ما أقول ناقص لأن النقص إن شاء الله ليس صفة لأحد لي من المستمعين ولكن يكون قاصر عن إتمام أنا أحب تعريف اللياقة في تعريف علمية كثيرة على فكرة للياقة موجودين في كتب الطب الرياضي موجودين في كتب في كتب اللي هي فسيولوجية التمارين في فسيولوجية إلى آخره لكن أنا أحب هذا التعريف هو القدرة على قيامك اللياقة هي القدرة على القيام بالمجهود أو بالجهد المطلوب أو بالوظيفة المطلوبة بأقل جهد ممكن فمثلا لما نتكلم عن لياقه النجار انه يقدر ينجر بدون ما يبذل هذا الجهد العالي مو في نهايه التاسك او في نهايه المهمه وهو قد استنفذت قواه صحيح. صحيح. آه لياقه المدرس لياقه اللاعب لياقه ربة المنزل لياقه حتى راعي الديوان اللي يستضيف الناس ويجابل الناس لكل تاسك لكل وظيفه هناك مجهود مطلوب او او او, أو, أو اداء وظيفي معين القدرة على القيام بهذا الأداء الوظيفي بأقل مجهود ممكن معناته أنه هو عند هذا الشخص لا أقل القيام بهذا هذه الوظيفة هذه اللياقة تمام أنا ما أعتقد أن اللياقة هو يعني ما هو طموح لأي شخص جميل لكن مثل ما حضرتك طلبت وإن نتكلم عن الرياضة كلايف ستايل كأسلوب حياة الرياضة بأمر الله سبب سبب للإستشفاء من كثير من الأمراض ما شاء الله وبالذات مثل ما قلت لحضرتك الامراض المزمنه. نعم. الرياضه المزمنه الغير معديه. الرياضه تعدل من ضغط الدم، الرياضه تزيد من اداء المعدل التنفسي، الرياضه تخفض من معدلات السكر المرتفعه وبالذات النوع الثاني، الرياضه تعدل من اداء القلب جهاز الدوري. شوف هذه الامور. الرياضه في الجانب النفسي لما نتكلم عن الجانب النفسي والاجتماعي، الرياضه تسبب افراز هرمون السعاده. الله افراز الهرمون السعادة الدوبامين هذا اللي يفرز يساهم في تعديل لذلك تلاقي تعديل نفسيه الانسان ولذلك احنا مثلا على سبيل المثال لما نتكلم عن الرياضه اللي يعني اعتقد انه لو جينا نتكلم عن الفئات المستهدفه لما نتكلم عن فئة الرياضه بالنسبه لذوي الاعاقه وهذا هو الاسم الرسمي العالمي الان لاصحاب الاعاقه نقول ذوي الاعاقه نعم. الرياضه لذوي الاعاقه ترفع من روحهم المعنويه بشكل كبير وعالي جدا. معقول عرفت ولذلك يعني احنا نقول نشجع على انهم يمارسون هذه الرياضه لان تنقلها من عضو سلبي لان اذا كان قد أهمل المجتمع الى عضو فاعل وحضرتك قاعده تشوف النتائج طبعا ان يعني عندنا الرياضيين ذوي الاعاقه هم اعلى انتاجا وانجازا لهذه الدوله من الرياضيين من الاسوياء صح؟ الاسوياء او الاصحاء. يعني شوف هذه يدلك على ان مجرد ممارسه الرياضه ارفعت روح المعنويه. الرياضه تساهم خاصة في في محافل الرياضية المشتركة تساهم في توطيد أواصر المجتمع، في تعزيز الروح الوطنية داخل المجتمع، لأن أنت لما تروح تلاقي داخل النادي الصحي بين قوسين أنا ترى عندي اعتراضات على عن الأندية الصحية، تلاقي داخل النادي الصحي أو هذا المحفل الرياضي تلاقي كله مجتمع صغير وهذا يعرف فلان وهذا يعرف فلان، هذا شيء جميل. ليش الدكتور عنده اعتراض على النوادي الصحية هذا اللي بعرفه بس لأني أنا أحد مرتادي يعني النوادي الصحية بس انا دكتور ما قلت لك شيء اقول لك الحين ولا لما نطلع فاصل والله انا شفت ريجي خلينا نشرب ماي يطلع فاصل <تصفيق> 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 مخرج طلعنا فاصل فاصل والحمد لله تواصل <applause> دكتور القهوه ما تسهر بالليل؟ العربيه يعتمد عادي؟, عادي ها؟ يعتمد العربيه يعتمد هم في بعد انواع ها؟ اي يعتمد الشماليه ما انا اشرب شماليه اي ما تسهر ما تسهر لا يعتمد شنو جسمك يتعود طيب احنا رجعنا من بعد فاصل ونرحب بسادة المشاهدين اللي معنا قبل شوي كنت بقول لك سالفه يعني هذه من الواقع الشخصي ممارستي للرياضه يعني يعني الاغلب بالليل بعد ما خلص الحلقه أصفت سيارتي بعيد عن النادي مسافه 45 دقيقه 45 دقيقه امشي اروح النادي نعم انزل النادي امارس الرياضه لمده ساعه اخلص ارجع مره ثانيه من النادي لسيارتي 45 دقيقه يصير عندي ساعه ونص مشي وساعه ممارسه للرياضه هل بالليل ياثر نعم. يعني هل مفيده مو مفيده جدول مخربط صحيح مو صحيح شوف يعني طبعا الله يعطيك الصحه والعافيه هذه <applause> ممارسه آه انا من حيث انك تصفط بعيد هذه بحد ذاتها انا اعتبر هذا رقي في التفكير عرف شلون لان هذا يجرنا الى نقطه بعد شوي انا اذكرها لكن ذكرني في موضوع الرقي في التفكير اني انا اصفط بعيد الرقي في التفكير الرقي في التفكير بالذات انك تصفط بعيد أوكي. عرف شلون لان احنا عندنا مشكله في الصفطه بالكويت وايد عندنا مشكله أه... احنا لما نتكلم عن التوقيت بالليل طبعا من الطبيعي بمكان ان هناك اوقات مفضله لممارسه الرياضه نعم والاوقات المفضله هذه لممارسه الرياضه هي الاوقات اللي يكون الجسم فيها في اعلى نشاطه فانت نعم. انا ما راح اقدر اشجعك انك تمارس رياضه بالليل، انت الان طالب وتشتغل ومشاغل الحياه هذه مخليه جدولك ما هو مرتب. نعم. عرفت شلون؟ لكن انت على الاقل قاعد تمارس الرياضه. ذكرت حضرتك في بدايتنا ان قلت ان موضوع اني انا اتكلم عن الرياضه وكانها امر بسيط وهي ابسط شيء في الدنيا. سلطه فواكه. هي هي فعلا هي سلطه فواكه بالضبط مثل ما قلت هي مشكله مشي، حديد، مشي، وما الى تغذيه، وما الى ذلك. أنا لو أطلب ممارسة الرياضة بشكل عام، طبعا لا شك أن الناس قدرات صح سيدي الفاضل صحيح واللي اللي حضرتك تقدر تسويه غيرك يمكن ما يقدر يسويه طبعا لكن أنا اللي أطلبه حقيقة من خلال هذا البرنامج لو قدرنا أن احنا نمارس الرياضة بشكل ربع ساعة يومي أقل شيء الحد المطلوب نعم ولا تخليها ربع ساعة يومي خلها نص ساعة يوم وترك نعم فأنا كل اللي أطلبه وهذا اللي هي قضية الرقي في التفكير أن كل اللي أطلبه أن احنا نبتدي نخلي يومنا 24 ساعة وربع شلون اطلع ربع شو ساعه زين شوف ما ن... عندنا وقت الكل يتحجج كل يتحجج ربع ساعه شوف انا ابي ربع ساعه تخيل تقول حضرتك اني انا اصوت ساعه ب... اصوت سياره بعيد بعيد احنا في اليوم المعتاد نسوي على الاقل على الاقل اربع مشاوير اقل شيء اقل شيء نعم الروحه للدوام والرده من الدوام هذه مشوارين نعم ولو تبي تقضي لك في اليوم مصلحه واحده الحد الادنى مصلحه الروحه والرده هذه مشوارين طبعا حلو الكلام؟ طبعا تخيل حضرتك اني انا لو اروح الدوام احاول اصفط سيارتي او شيء ما بوق موقف غيري زين واصفط سيارتي بعيد شوي. انا لو امشي إيه يعني لو امشي لي مسافه دقيقتين نعم بالروحه ودقيقتين بالرده هذه اربع هذه اربع دقائق نعم كذلك لو رحت الجمعيه عرفت شلون لو رحت سوق معين لو رحت اقضي لي مصلحه حكوميه بعد الظهر او مصلحه خاصه بعد الظهر ما ادور المصفط القريب انت قاعد تطالع احنا ندش مواقف الجمعيات نضيع ربع ساعة ندور مصفط قريب صح نضل ربع ساعة هذه هذا يعني منطق معكوس أنا قاعد أقول لك يبا لا لا تدور ربع ساعة لا ضيع بعيد خمس دقائق وتعال مشي بدل ما ضيع ربع ساعة من وقتك اللي تقول أنا ما عندي وقت أنا أقول لك أنت استغل،, استغل وقتك وامش خمس دقائق رايح امش خمس دقائق راجع وفرت وقت وفرت وقت, وقت وكسبت وقت وأيضا على المستوى الصحي إيه كسبت وقت اللي هذه اللي قضيت وقت مو صحيا أنا استخدمت هذا الوقت لصالحي يعني على انا بديت استخدم الوقت هذا لصالحي فانا اطلب هذا قضيه الممارسة الرياضه اللي يبي يتلدد يا سيدي ترى يتلدد واللي يبي يتشكى ترى يتشكى واللي يبي يسوي راح يسوي تمام هذا انت خمسة 45 دقيقه ما ردك شيء طبعا طيب انا عندي يعني نقطه مهمه جدا وهي لربما سابقه لاوانها لكن جميل ان نتحدث عنها واعتقد بانك يعني وضعتها ضمن المحاور لمدى اهميتها نعم وهي متى نمارس الرياضه وان صح التعبير بشهر رمضان المبارك؟ جميل كثير من اللقط قبل الفطور، بعد الفطور، قبل الاذان، بعد الاذان ممتاز جدا، شوف طال عمرك يعني حضرتك الان ذكرت مثل انك انت تمارسها بالليل إيه؟ وانا قلت لك ان احنا نفضل ان تمارس الرياضه في اوقات يكون فيها الانسان في ذروه النشاط، نعم. وذروه النشاط البشري او الانساني هي في الفتره النهاريه صحيح وهذا امر الله سبحانه وتعالى انه جعل الليل لباسه نعم. نعم. والنهار معاش، وهذا موجود في القران جعل النهار معاشا والليل لباسا، فاللباس فالليل هو سكون وراحه وهكذا يفترض، بل ان حتى الواضعين القانون حطوا ان شددوا العقوبات اللي ترتكب اثناء الليل، لان هذا الليل وقت السكينه وقت الطمانينه، فصارت العقوبه مضاعفه يعني هذا بس شيء بالشيء يذكر. نعم. فلما نتكلم عن الموضوع ان ممارسه الرياضه، ممارسه الرياضه ينبغي ان تمارس وهذا شيء مهم في الاوقات اللي يكون فيها ذروه النشاط البشري. ويكون طبعا بناء على معطيات علميه يتم من خلالها من خلال الاستشارات الطبيه وما الى ذلك اللي احنا نقوم فيها في بدايه نيتنا، نعم. يعني شلون نيتنا الحين احنا في عندك حضرتك في عندك متابعين ومشاهدين اليوم قاعد يشوفون برنامجك. أه لما يشوفون هذا البرنامج يقولون خلاص احنا نبي نسوي رياضه. اذا انا الخطوه الاولى اللي انا اسويها وهذه الخطوه المنطقيه والعملانيه اني اتجه الى طبيب الرعايه الصحيه الاوليه. اول خطوه. اول خطوه اتجه له، فاقول له انا ابي اسوي رياضه. راح يسالني ايش حقك تسوي رياضه؟ تبي تنزل وزنك؟ تبي ترفع ادائك اللياقي؟ تبي توسع صدرك؟ كلها اسباب. لا والله انا ما عندي شيء بس بوسع صدري بالرياضه. يسوي الفحوصات المطلوبه على حسب درايته وعلمه وعلى حسب قدراته الوصول الى الفحوصات التشخيصيه ومن ثم يجب عليه ان يقوم بتحويلك الى المختص. في كل المختص مركز في عندنا الدكتور. الدكتور الطبيب الرعايه الاوليه موجود. في كل مركز. لا حد يتحجج موجود لا وكل فحوصاتنا عنده من يطق رقمي المدني طلعت فحوصاتي مالت قبل عشر سنين كلها موجوده قدامه. بعد ذلك يجب عليه ان يحولك الى الشخص المختص، اذا كان في لا قدر الله في الانسان في عله مرضيه معينه راح يحوله الى الطبيب المختص اللي هو مختص بهذه العله، نعم. اذا ما في شيء يحولك الى من يقدم لك النصيحه اللي هو اختصاصي العلاج الطبيعي في هذه الحاله. نعم. نكمل خذينا الحين انا بسوي رياضه، مشيت اجدمت على رمضان مثلا انا احمد الرفاعي ما عندي وقت ما بين دراسه وما بين دوام وما بين دوام اخر و ما أفضل الا بالليل وهذا لسان الحال يعني هذا لسان حال المعظم ولذلك آه. تلاقي انه لولا وجود مثل هذه الحالات ما فتحت أندي 24 ساعه نعم لانها موجوده يعني لو ما كانت موجوده ما فيها جدوى كان ما فتحوا سكوا يبانهم ولا شيء اللي يجبرهم يدفعون حق العاملين ويشغلون هالليتات وهالمطاعم شغاله الى الى اخره. انا قلت لك في البدايه القاعده الرئيسيه انك تمارس الرياضه عندما يكون نشاطك البشري في قمته. احنا عندنا برمضان اشكاليه. خاصة برمضان السنوات الاخيرة والسنوات اللي جايتنا يمكن سنتين او ثلاث قدام، مو السنة هذه بعد سنتين قدام، لأن رمضان قاعدين آه رمضان مو الإشكالية مو في رمضان، إشكالية في سلوكيات برمضان، وهذه السلوكيات موجودة من قبل رمضان ولا رمضان خير وبركة، شهر إن شاء الله شهر البركة والخير، شهر خير أساسا على الفقير وعلى الغني. إشكالية يا سيدي في 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 في, في سلوكياتنا خلال آه شهر رمضان، إن احنا الآن قاعد رمضان يمر علينا خلال فصل الصيف. فصل الصيف اللي احنا نسميه احنا نسميه, نسميه نسميه مربعانية الصيف مثل ما اكو مربعانية شتاء اكو مربعانية صيف اللي هو الصيف يكون فيه شدة حار نار وساعات طويلة ويصل بعض الاحيان الى اكثر من 12 ساعة 12 ساعة يعني انت خلاص وصلت البيك او القمة في قمة العطاء كل اللي, اللي انت استهلكته او اللي انت خذيته او اللي انت خزنته خلال السحور استهلكته نعم بدا جسمك يستهلك من مكونات الجسم الاصليه انا ما راح اتكلم عن النظام الغذائي لان النظام الغذائي قلت لحضرتك انه لا مختصين لا ناس مختصين لكن تخيل ان انت ما عندك ماي وقاعد تمارس رياضه وقاعد تفقد الماي انا اعطي للساده المشاهدين واعذروني على هذه اللفظه بس هذا لا حياء في العلم مثل ما يقولون خلنا نجرب في يوم من الايام ما اسوي فحص ما اروح مختبر لكن خلنا نشوف في يوم معين واحنا نمارس رياضة واحنا صيام نشوف الله يكرم من يسمع لون البول نعم راح يكون شديد الاصفرار بل هو اقرب الى الاحمرار مما يدل على مما يدل على جفاف عالي <applause> وقوي منو عنده استعداد انه يضحي في سلامه الكلى منو عنده استعداد انه يضحي في ضعف وهزل العظام والعضلات نتيجه للجفاف منو عنده استعداد انه يدخل في سلسله من الامراض لها اول ما لها اخر اذا من باب اولى اذا انا بسوي رياضه برمضان غير غير الايام العاديه غير الفطر أسوي بعد الفطور استغل الوقت هذا وانا قلت لك انا بنص ساعه انا شبي انا انا الحين اكلم حضرتك انت جايبني علشان اقدم النصيحه اللي الله سبحانه وتعالى يرضى فيها عني اقول نص ساعه ويوم وترك شو يعطلكم عن الاهتمام بالصحه ترى الوقايه خير من العلاج انا لما امارس الرياضه وامارسها بانتظام انا اجنب نفسي الدخول في متاهات والله مرضيه مثل ما قلت لك لا حاجه لي فيها كثير من الدكاتره دكتور يعني يفضلون المشي يعني قبل الفطور يقول قبل الفطور ربع ساعه او نص ساعه بلش امشي وان كانت خاطئه سامحهم الله للاسف انا سمعت كلامهم رمضان الاطاف تحديدا ما ادري ممكن تكون مو زينه على المدى البعيد بس رمضان الاطاف قبل الفطور انا كنت يعني امشي ساعه او اركض 40 دقيقه نص ساعه بس يعني كان يوميا عندي برمضان قبل الفطور اول ما يدل الاذان في البيت صلي وتفطر ولكن كانت النتيجه سريعه لكن هل ممكن فعلا تؤدي الى اللي ذكرته نعم شوف انا المدى يعني البعيد مو شرط بنفس الشهر ممتاز الاهتمام بالصحه سيدي الفاضل هو اهتمام طويل المدى مم ورعايه الجسد هو رعايه رعايه العمر بعيده المدى ايضا اي يعني انت تهتم احنّا لما نصحنا بالرياضات اللي ذكرناها الرياضات الخفيفة نعم يسمونها بعض الناس يسمونها رياضات غير هوائية، طبعاً غير هوائية مو يعني أسويها بحجر مغلقة، غير هوائية يعني يعني لا تح في عندنا اللي هم الايروبيك والنان ايروبيك والرياضات المؤكسدة والغير مؤكسدة، في بعض الرياضات تمارسها ما تحتاج فيها التنفس نعم مثل جري 100 متر، لكن الجري ماراثون لازم يتنفس في فرق عرفت شلون؟ وطبعاً أخ يعني أقدر الناس على شرح مثل هذه الأمور اللي هم اختصاصيين الرياضة طبعاً. مدرسين التربيه البدنيه او في هذا المجال او العاملين في فسيولوجيه التمارين مثل ما نقول. هذه الرياضات اللي احنا نصحنا فيها هي رياضات لايت خفيفه اه ليس لها ثقل رئيسي على المفاصل، رياضه تقدر تمارسها وانت عمرك 20 سنه ورياضه تقدر تمارسها وانت عمرك 60 سنه. طبعا ممتاز. اذا انا اتكلم عن اهتمام طويل المدى. انت ذكرت من معرض سؤالك الان الجري، انا لا انصح بالجري على الاطلاق. اطلاقا على الاطلاق لا انصح فيه. عرفت شلون؟ شاء من شاء وابى من ابى. انا اقول معادله بسيطه ان احنا لما نمشي قاعدين نحمل الركبه وزن الجسم العادي نعم. اما الجري ففي كل خطوه مضاعف مو يقول في كل خطوه سلامه في كل خطوه ثلاثه اضعاف الوزن اللي انا عليه تضغط على ركبه واحده أوه. أوه. فانا انا واحد أص... انتمي الى مدرسه يمكن في مدرسه تخالفني الراي انا طبعا بطبيعه الحال انا اروج الى افكاري واروج الى مدرستي طبعا وانا في مدرستي انشد السلامه انا ما اقول مدارس الاخرى باطله ولا اقول المدارس الاخرى خاطئه بس انا هذه انا لا انتمي الى هذه المدرسه ولم ادرس فيها ابتداء حلو الكلام انا لا انصح بالجري ذكرت حضرتك المشي ايضا انا قاعد اقول لك ان هذا المشي الناس لما جاوبونا انا قبل فتره ليست ببعيده حضرت مو حضرت حضرت كنت طالب في دوره عن الرياضه والبيئه وكان المحاضر اللي موجود عندنا فيها المحاضر الاجنبي اعتقد اسكتلندي وكانوا يتكلمون تحديدا كان التاسك اللي هو تنظيم دولة قطر إن شاء الله لكاس العالم سنة 22 العالم كله طبعاً الآن يدور عن الأسباب وتغيير المواعيد ولازم نسوي دورة ما نسويها بقطر بالصيف نسويها بشتة من هالكلام هذا اللي طبعاً البعض منه الهدف منه هو إثارة اللغط طبعًا والبعض منه هو البحث عن الحقيقة طبعاً طبعاً أنا عن نفسي لما أتكلم عن هالموضوع أقول نعم إذا أردنا أن نبحث عن الحقيقة فأنا ما عندي إني أنا أضحي لا بأحمد الرفاعي ولا بغير احمد الرفاعي. انا عندي كل مواطن كويتي ثمين هو ثروه. طبعا ولذلك انا بحافظ على صحتك، فانا اجنبك اي خطر محتمل. وهناك نظريات كثيره صحيه تقوم على اساس تجنب الخطر، والبحث عن السلامه يا سيدي ما هو عيب فانا ابحث عن السلامه. تكلم دكتور وكلامك شيق وجميل في كثير من الفائده، انا على المستوى الشخصي يعني استفدت كثيرا، وان شاء الله نطبق ما جئت يعني محملا به من مدرستك واعتقد بان الكلام اللي قلته في النهايه هو لمصلحتنا وللاسف الوقت دهمنا ويعني الحديث معك كان جميل جدا ولا اعرف الوقت كيف مر اصلا شلون الوقت مر علينا وما ناقشنا كل هذه الامور كلمة أخيرة حاب توجهها للسادة المشاهدين أنا عندي نصيحة فعلا ولازم أحرص على أني أقولها أن احنا لما نصحنا في قضية المشي والسباحة وركوب الدراجة كثير من الناس يسألون هذا السؤال اللي هو جهاز المشي ترى عندنا في البيت بس ما يستخدمه. إيه هذا عطاه حق اللي تكرهه. <applause> انا لا انصح بجهاز المشي. <applause> حتى اللي عيل؟ اي كله. إيه؟ انا لا انصح بجهاز المشي. إيه؟ جهاز المشي مضر بالركبه ويعجل في مظاهر الخشونه فانا لا انصح فيه وهناك دراسات علميه وانا تشرفت اني اكون جزء من احد هذه الدراسات اللي صارت بالكويت. هذا رقم واحد اللي يبي يمارس الرياضه يمارسها عند الناس المختصين. انا ضد الانديه الصحيه لان معظم العاملين في الانديه الصحيه هم غير المختصين. فابحثوا عن الانديه اللي فيها كوادر مختصه ومؤهله وانا اعتذر ان الوقت يعني ضاق وبينكم. لا العفو دكتور الوقت كله تحت امرك بس فاجاتني بالجهاز مال المشي سبب خشونه اذا. قلت لك انا دي ما تحبه دز إياه هديه. اي أيوة والله زين نعطيه حق المخرج عيل مخرجنا <applause> يعطيك العافيه دكتور على الحضور والتواصل معنا في هذه الحلقه وكل الشكر يعني لك لوقتك الثمين ابناك من العمل على طول طلعت ويت لنا ما رفضت الحضور من اول اتصال ورحبت وهذا دل فانما يدل على اخلاقك الله رقي هذه الاخلاق ايضا يعطيك العافيه ايضا على المعلومات اللي اليوم كتبتها لنا وزودتنا بكثير من المعلومات وان شاء الله لنا لقاء قريب حول يعني كثير من الهموم الرياضيه اللي تحملها والرسائل الموجهه لابناء هذا الوطن الغالي كان معنا دكتور سعد فرحان السعدون ابو عبد الله رئيس اختصاصيين في العلاج الطبيعي وامراض الحركه تخصص طب رياضي وهو على رأس العمل بمركز الطب الرياضي التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة يعطيك العافية الله يعافيك شكراً فاصل ونتواصل وياكم